كتير مع حضراتكم الى ملعب اللقاء استاد القاهره الدولي عشان نشوف مع حضراتكم من خلال زملائنا الاعزاء احمد المسيري وحاتم فتح الله اخر استعدادات الفريقين، ونبتدي مع حضراتكم مع نادي الزمالك بصحبه الزميل العزيز احمد المسيري. مساء الفل عليك يا احمد. قلنا تايم سبورتس في كل مكان، برحب ايضا بنجوم التحليل في استاد مصر من هنا من استاد القاهره وكواليس نادي الزمالك قبل لقائه الهام والمرتقب مع سيراميكا كيلوباترا ضمن مباريات الجوله 23 من بطوله الدوري العام. يمكن فريق الزمالك بيسعى لمواصله نتائجه وعروضه القويه في لقاء اليوم للحفاظ على صداره الدوري العام. يمكن الفريق ادى تدريبه الاخير في الخامسه من بعد عصر امس على ملعب عبد اللطيف ابو ركيله. يمكن كان هناك تركيز فريرا المدير الفني للزمالك منصب خلال المران الأخير على بعض الجمل الفنية، وكان هناك أيضا تدريبات خاصة للرباعي رؤى وسيف جعفر وإسلام جابر وإمام عاشور على التسديد على المرمى من جميع الجهات واستغلال الكرات الثابتة. خليني أقول لك زميل عزيز إبراهيم عبد الجواد، لا حديث في معسكر الزمالك بالأمس إلا عن قرار بن شرقي بالرحيل نهائيا عن صفوف نادي الزمالك وخوض تجربة احترافية جديدة. يمكن كان هناك جلسات خاصة من جانب بعض نجوم الفريق مع بن شرقي للاستفسار عن قرار الرحيل وأيضا في محاولة لإقناعه بالبقاء، لكن الحقيقة بن شرقي أصر على الرحيل للاحتراف وخوض تجربة احترافية جديدة. يمكن زميل العزيز إبراهيم عبد الجواد كان كل المؤشرات بتؤكد أن مباراة اليوم مباراة سيراميكا مع الزمالك ستكون الأخيرة لبن شرقي مع الزمالك، لكن الحقيقة أنا التقيت ببعض أعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك واستفسرت هل مباراة اليوم لبن شرقي مع الزمالك هتكون الأخيرة. الحقيقة أكد الجهاز أن هناك جلسة واجتماع من جانب الجهاز الفني لنادي الزمالك مع بن شرقي عقب نهاية مباراة اليوم لإقناعه بالاستمرار حتى نهائي الكأس في 21 من الشهر المقبل. يمكن فيريرا بيواصل اعتماده على الناشئين في لقاء اليوم في ظل الغيابات الكثيرة زي أوباما وعبد الشافي وحمزة المسلوسي وحازم إمام وفتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني. أخيرا يدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ودرجة الحرارة هنا في استاد القاهرة تشير إلى 31 درجة مئوية. الآن عودة لاستاد مصر والزميل العزيز إبراهيم عبد الجواد. ومن أخبار نادي الزمالك مع الزميل العزيز أحمد المسيري نذهب لمعرفة آخر أخبار واستعدادات فريق سيراميكا كليوباترا مع الزميل العزيز حاتم فتح الله. حاتم مساء الفل عليك. مساء الفل عايز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بيكم وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد القاهره الدولي واستعدادات فريق سيراميكا كليوباترا امام مواجهه نادي الزمالك. يمكن فريق سيراميكا كليوباترا بالامس الساعه 8 مساء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي كان بينال حصه تدريبيه وحرص على حضورها الكابتن طارق ابو العينين لدعم الفريق ومؤازرته مع للفريق، وايضا تحدث معهم على قد ايه الفريق ممكن يجي بشكل ايجابي وقد ايه ان هو يهاجم النهارده امام نادي الزمالك، وكان يمتلك او ايضا يتحدث عنه ان هو يمتلك جهاز فني قوي بقياده المدير الفني الكابتن احمد سامي. يمكن فريق سيراميكا كليوباترا وصل لاستاد القاهره منذ ساعه، كابتن احمد سامي توجه الى غرفه خلع الملابس مع اللاعبين وتحدث معهم عن اهميه هذه المباراه وان يلعبوا بثقه كبيره امام نادي الزمالك. يمكن ابرز الغيابات لفريق سيراميكا كليوباترا اليوم هيكون محمد حسن للاصابه وشريف دابو للاصابه، يمكن دي كانت ابرز كل اجواء سيراميكا كليوباترا اليوم. والكلمه اليك زميل المتالق ابراهيم عبد الجواد في الاستوديو، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز حاتم فتح الله، وشكر موصول للزميل احمد المسيري. تعرفنا منهم على اخر استعدادات الفريقين قبل لقائهما معا بعد دقائق قليله جدا. فاصل اخير قبل بدايه احداث الشوط الاول من لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا، خليكم معنا.